يبدو أن قصص النجاح محفوفة بالأمل، ممزوجة بعبق الذكريات على مر الزمن. كيف كانت خارطة الطريق قصة؟ بدأت بقرار من المغفور له الشيخ راشد النعيمي، فمضينا لا سقف لطموحاتنا، وسعينا لإسعاد الإنسان فأعلينا البنيان. طلع صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واسمه الشيخ عمرو. ولم نفكر بما كان، بل تطلعنا لما سيكون، كانت للصدارة تتطلع العيون. واجهنا التحديات، ولكنها ما كانت إلا دربا لمزيد من النجاحات. قصة هي للنجاح والإرادة، فصولها لم تنتهي، فنحن نخط اليوم فصلا لمستقبل أفضل. لأنكم شركاء الماضي العريق والحاضر المشرق والمستقبل النير، ندعوكم لمشاركتنا الاحتفال باليوبيل الذهبي، والذي يقام برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وذلك يوم الاثنين 10 ديسمبر في تمام الساعة 5 مساء في حديقة العلم، معا وسويا لمستقبل أفضل للجميع.